وهاي اليوم الثاني الحين علشان نغذي الخميرة مالتنا. طبعا صار فيها نفس الفقاعات كذي، وهاي شيء طبيعي عادي، حتى لو ما ارتفعت عندكم وصار مثلا فقاعات شوية، او حتى ما صار فقاعات، او حتى صار يمكن طبقة فوق، او اي شيء اي تفاعل بيصير لكم، هذا شيء كلش طبيعي. هو يعتمد دائما على البيئة اللي هو عايش فيها، درجة حرارة الغرفة، درجة حرارة الجو الخارجي، فهو على حسب بيئتكم. الحين اوريدي احنا كان عندنا وزنها قبل اللي هي 248، اللي هو وزن الجار بروحه، لما ضفنا عليه اللي هو الطحين والماء صار وزنها اكثر. هنشوفها 337 36. زاعة 359، راح نشيل 25 من 25 جرام من اللي هو الطحين، راح أشيله وحطه في جرة ثانية. بيصير المجموع عندنا 335. طبعا أنا أشلت من الجار علشان إحنا بنغذيها، فما نبيها وايد 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 ترتفع يعني، فبشيل ورد أغذي، ومرة ثانية بشيل ورد أغذي. هي نفس الشيء، راح احط 50 جرام من الماء و 50 جرام من الطحين الاسمر. وراح بعد اخلطهم عندنا. وهم نفس الشيء نخليهم بدرجة الحرارة اللي قلت لكم عنها في الفيديو الأول. ونخليهنيها في نفس الساعة ثاني يوم. نسكر عليها بس ما نضغط عليها وايد، تخلونها تتهوى. وهم راح تحطون اللي هو اللاين علشان تعرفون اذا تكبر عندكم او لا. طبعا اول يوم تغذية ما راح تشوفون اختلاف فيها وايد، بس البابلز اللي راح يطلع فهاي شيء كلش طبيعي وعادي، يعني حتى لو ما صار ولا شيء، حتى لو ما صار البابلز ترى هاي شيء كلش عادي. نريحها ونخليها لثاني يوم، وبنفس التوقيت نرجع ونغذيها.